انتهت ساعات الرعب التي عاشتها ولاية تكساس الأمريكية. القصة بدأت عندما اقتحم مسلح كنيسا يهوديا واحتجز 4 رهائن، وبعد 6 ساعات من الأزمة والمفاوضات بين الشرطة والمسلح تم إطلاق سراح إحدى الرهائن دون أن يصاب بأذى، ليقتحم بعد ذلك فريق إنقاذ رهائن تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي المعبد وحرر آخر 3 رهائن. مراسلون محليون أفادوا أنهم سمعوا دوي انفجارات ربما تكون لقنابل صوت وأصوات إطلاق نار قبل وقت قصير من إعلان حاكم تكساس انتهاء الأزمة. أما عن منفذ عملية الاحتجاز فكان قد ادعى أنه محمد صديقي شقيق العالمة الباكستانية عافية صديقي الملقبة بسيدة القاعدة، والتي حكمت عليها محكمة فيدرالية في نيويورك عام 2010 بالسجن 86 عاما لمحاولتها إطلاق النار على جنود أمريكيين أثناء احتجازها في أفغانستان عام 2008. ملوك الشيخ العربية.